فحسبكم قصة ابن نوح عليه السلام. نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 50 عاما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويبين لهم معالم الحق ويحذرهم من الوقوع في مهاوي الباطل. مع هذا كله فإن ابنه لما عصى أمره وانحرف عن الجادة وخرج عن منهج الحق بحيث لم يرضى أن يكون مع أبيه ومع الذين آمنوا، وكان والده يدعوه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فسولت نفسه وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وعندما غرق قال نوح كلمة واحدة يدعو فيها الله سبحانه وتعالى: ربي إن ابني من أهلي. فجاء الجواب الحاسم من الله: إنه ليس من أهلي. وبماذا علل هذا الأمر؟ إنما علل بسبب عمله غير الصالح، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة الكسائي وهو أحد القراء السبعة: إنه عمل غير صالح. وقد رويت هذه القراءة عن 4 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قرأوا هذه القراءة المروية عن الكسائي: إنه عمل غير صالح، أي هذا العمل غير الصالح الذي عمله هو سبب لهذا الأمر. فإذا إنما المفاصلة تكون بين الذين آمنوا والذين كفروا، وبين المؤمنين وبين الفساق. فإن الله تعالى يقول: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لم يقل فإن الله لا يرضى عنهم، وإنما قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ومن المعلوم أن الأصوليين يقولون بأن الحكم على المشتق يؤذن بأن أصل ذلك الاشتقاق علة لذلك الحكم، وهذا يعني أن الفسوق هو علة لعدم الرضا عنهم. فإذا كل فاسق هذا حكمه، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه العقيدة إذن يجب أن يكون عليه الشباب، وأن يدركوا أنهم يجب عليهم أن يعتزوا بصلتهم بالله تعالى ورسوله وبالذين آمنوا، بحيث يحافظون على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا يعز الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ويرفع درجاتهم ويحقق على أيديهم المعجزات، كما وقع ذلك للذين آمنوا من قبل الذين فتحوا هذه الممالك جميعا. فإن الأمة المسلمة عندما واجهت قوى الكفر العاتية في الزمن الأول إنما واجهتها بإيمانها بالله، كان عددهم ليس كعددهم، ولم تكن عدتهم كعدتهم، وإنما كانوا يتميزون عليهم بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة. فلذلك تمكنوا في هذه الأرض ودحروا هذه القوة، واجهوا أقوى قوتين في ذلك الوقت في وقت واحد، واجهوا قوة الروم وقوة الفرس، ولم يسندوا ظهورهم إلى إحدى القوتين ليواجهوا الأخرى، وإنما كانوا يواجهون القوتين جميعا من غير أن يسندوا ظهورهم إلا إلى قوة الله سبحانه وتعالى. فمكن الله تعالى لهم في الأرض وأورثهم أرضهم وديارهم، ولكن إنما كان همهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يكن همهم متاع هذه الحياة الدنيا. فقد تساوى في موازينهم تبرها وترابها، وتعادل عندهم عذبها وعذابها، ولذلك كانوا يؤثرون الآخرة على الأولى في جميع أحوالهم، ويحرصون على إبلاغ هذه الأمانة التي طوقوها في عناقهم إلى الناس، ليحرروا هذه الإنسانية من العبودية لغير الله تعالى. كما قال ربيع بن عامر رضي الله تعالى عنه عندما واجه رستم القائد الفارسي فقال له: ما الذي جاء بكم؟ قال له: إن الله قد ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نعم، هم خرجوا لأجل هذا الغرض، ما خرجوا لأجل أن يتمكنوا في الأرض ويكون لهم العلو فيها.
فإن الله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلو كانوا يريدون أن يتحول الأمر من سلطة إلى سلطة ومن ظلم إلى ظلم ومن جبروت إلى جبروت لكان معنى ذلك أنهم يريدون علاج فساد بفساد وتطهير رجس برجس، وأن يكون ذلك، وإنما كانوا يريدون أن يحل الحق محل الباطل ويحل المعروف محل المنكر وتحل الاستقامة محل الاعوجاج، حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هذه من الأمور التي يجب أن تكون في خلد الشباب وأن تنغرس في أذهانهم، وأن يحرصوا دائما على أن يكيفوا حياتهم ويكيفوا أفكارهم وفق هذا المنهج الرباني الذي كان سببا لتحقق الأماني العظيمة لهذه الأمة، بحيث بوأها الله مبوأ العز والتكريم في الدنيا وفي الدار الآخرة. ولا ريب أن التخلي عن قيم الإسلام وعن منهج الإسلام ولو كان في أدى شيء يزعزع هذه النفوس ويردها القهقرة إلى الخلف. السلف الصالح كانوا حراسا على استقلالية هذه الأمة، وعلى رأس السلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ربى هذه الأمة على الاستقلال في كل شيء. كم نحن نجد في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه تعليل هذه الأوامر والنواهي بمخالفة المشركين أو بمخالفة المجوس أو بمخالفة اليهود أو بمخالفة اليهود والنصارى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، خالفوا اليهود، خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، لتكون للأمة استقلاليتها في كل شيء. فإن الاستقلال لا يكون في الفكر وحده، حتى يكون في السلوك أيضا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك حتى الأمور العادية التي قد تظهر أنها شكلية لا أثر لها في العقيدة وفي الفكر، كان يتركها صلى الله عليه وسلم مخالفة للذين كفروا. عند كان من سنته أو من عادته أنه يقف في حال دفن الميت، فمر يهودي ووجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وقوفا، فقال هكذا نصنع يا محمد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بالقعود وقال خالفوهم خالفوهم، حتى لا تتأثر الشخصية المسلمة ويكون المسلم تبعا لغيره. إن المسلم يجب أن يقود ولا ينقاد، ويؤثر ولا يتأثر. فلذلك عليه أن يتبوأ مكان الإمامة والقيادة ما بين الناس جميعا، لأنه المبلغ لكلمة الله والداعي إلى الله والسائر على منهج الله، فما كان له أن يتخلى عن منهجه ليتبع منهج غيره، لأن كل ما عدا الحق هو ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا كان هذا هو الحق فإن على المسلم أن يتمسك بهذا الحق ولا يعدل عنه ويسير على هذا النهج ولا يحيد عنه. هذا هو الذي كان عليه السلف الصالح، وبهذا كانوا أعزة، وقد أورثهم الله سبحانه وتعالى مجد الأمم جميعا، أورثهم ممالك الأمم، فدانت لهم الأمم وانقادت لهم وقادوها بحكم الله سبحانه وتعالى وبكلمة الله، وطبقوا فيها شريعة الله سبحانه. فهذه الكرة لن تكون لهذه الأمة إلا عندما يتأسس بناء شبابها على هذا الأساس المتين، وتحرص على السير في هذا النهج القويم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لمرضاته، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يعزنا بدينه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واقطع اللهم دابر أعداء الدين، واستأصل شافتهم أجمعين. اللهم شتت شملهم، ومزق جمعهم، وفل حدهم، وأقلل عدهم، وارمي كيدهم في نحورهم، وأعذنا وجميع المسلمين من شرورهم، وامحو آثارهم، وأورثنا أرضهم وديارهم. اللهم ربنا استخلفنا كما استخلفت من قبلنا من عبادك المؤمنين، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيته
ذله لنا، وأبدلنا بذلنا عزة، وبفقرنا غنى، وبتشتتنا وحدة، واجمعنا على كلمتك، وألف بين قلوبنا بطاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم أغننا بحلالك عن الحرام، وبطاعتك عن الآثام، وبك عمن سواك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عزنا بطاعتك واتباع أمرك، ولا تذلنا بمعصيتك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.